الفعالية طبعا هي بدأت من يوم الأحد 18/11 وتستمر لغاية يوم الخميس 22/11. هي عبارة عن منفوخات مدينة التحدي وهي مدينة مطاطية طبعا آمنة كما ترون. طبعا كانت الفعالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وشركة مور فن للألعاب المطاطية. طبعا تم التعاون مع جامعة خضوري باستضافتنا في ملعب المعشب في جامعة فلسطين التقنية خضوري. نحن قمنا بالاتصال مع المدارس والتنسيق بخصوص هذه الفعالية. الفعالية استهدفت الفئة العمرية من صف الأول للصف السادس لمديرية التربية والتعليم طول كرم، والحمد لله الأمور تمشي على قدم وساق والترتيبات والتجهيزات كانت كما سابق كما خطط لها. هناك مدارس حضرت اليوم ومدارس حضرت يوم الاثنين ومدارس أيضا يوم الأحد. هناك برنامجين، برنامج بالفترة الصباحية وبرنامج آخر في الفترة المسائية. طبعا هناك 23 لعبة مطاطية تشكل تحدي ومعوق أمام الطالب، طبعا يستطيع أن يتعلم من خلالها بعض المهارات الحياتية في حياتنا، لكنها آمنة بشكل كامل. طبعا تم التنسيق أيضا مع مؤسسات أخرى في مديرية طول كرم في محافظة طول كرم، منها الدفاع المدني ومنها شرطة السياحية وأيضا المحافظة. محافظة طول كرم الأخ اللواء عصام أبو بكر قدم كل التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح هذه الفعالية. كما قلت ستستمر من 18/11 من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس 22/11. احنا عملنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم على انهم يعني يعطونا موافقة على انه المدارس تجي عندنا رحلة شتوية. قمنا بالتنسيق مع جامعة الخضور على انهم يعطونا الملعب، واحنا لعبنا بنروح بنوصلها لاي مكان بدنا اياه. كان في عندنا نشاط في سلفيت، وكان عندنا نشاط في طوباس، وكان في عندنا نشاط في شو اسمها سلفيت وطوباس ورام الله والخليل. طبيعه الالعاب هاي امنه لكل العمر؟ اكيد هي الالعاب امنه، معنا فيها تصريح امني، في عندنا كمان موظف خاص لها من القدس بيشتغل على موضوع الصيانه لاي لعبه صار فيها اي شيء، وهي عليها كل تعليمات السلامه، وعلى كل لعبه بيكون في موظف مسؤول عن الطلاب اللي عليها.